السلام عليكم. اليوم نروح لولاية الجزائر العاصمة لنعرفكم على مشروع شرفات الجزائر ما يسمى بتيراس دالجي، واللي يضمن زوج يعني محاور. المحور الأول هو تهيئة دهاليز الجزائر، والمحور الثاني هو تهيئة الميناء نتاع الجزائر، وبالخصوص الميناء تاع الصيد اللي كان موجود. اذا في هذا الاطار نروح نشوفوا فيديو تفصيلي كامل يعني وشامل حول موضوع تهيئه نتاع الواجهه البحريه للجزائر العاصمه بمحوريها اللي ذكرتهما، اللي ما يتعلق بتهيئه الدهاليز او لكاف نتاع مدينة الجزائر، وكذلك الواجهة البحرية نتاع الميناء. نخليكم تتابعوا هذا الفيديو في الموضوع. السلام عليكم. أما ميناء الجزائر العاصمة، وسيتم ضمان المعابر مثل جسر المشاة إلى الجزء العلوي من موقف بومطة الذي سيتم تحويله إلى شرفة منظر عملاق. هذا بالإضافة إلى مشروع ضخم آخر سيضمن الولوج الفوري للبحر عبر إثراء ميناء الجزائر بشرفات جديدة التي ستربط ساحة الشهداء بمياه البحر مباشرة. وكذا عن طريق المترو والأقبية التي ستفتح أخيرا للجمهور. وحرصا على استمرارية الفضاء العام الذي تم فقدانه منذ قرن ونصف من الزمن، ستعيد شرفات الميناء أخيرا تهيئة النسيج العمراني من حي القصبة العتيق إلى الشاطئ بعدما حرمها التخطيط العمراني العسكري للاستعمار الفرنسي من وصولها للبحر. فإصلاح النسيج العمراني لحي القصبة هو إصلاح لتاريخ الجزائر العاصمة، فبأرصفة واسعة تبلغ مساحتها 16,000 متر مربع وأقبية تجارية مرموقة على مساحة 5,000 متر مربع ومحطة المترو المتحفية، سيكون كل شيء جاهزا لاستقبال العاصميين وكل الجزائريين على وجه الخصوص، وقبلة للسياح القادمين من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة عن طريق البحر.